السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مقطع جديد. هذه بوابة ساحات المسجد النبوي رقم 303. هنا من هنا غادي نخرجوا لمسجد بلال، لكن ما كتشوفوا راه هذه البوابة، يعني كما قلت قريبة، أقرب بوابة لمسجد بلال هي هذه. حنا غنمشيو لهذا السوق ديال بلال وهذا مسجد بلال، ماشيين على الأقدام باش اللي بغى يجي ليه يكون عارف الطريق ديالو، فهو مباشرة مع هذا الشارع هذا. كما غادي ترافقونا إن شاء الله، وهذا سوق بلال كيتوفر على جميع ما يحتاجه المعتمر من الهدايا، من التمور، من السجادات، من الأقمصة، من العبايات، فهو سوق متكامل. احنا غنمشيو ليه دابا ان شاء الله. مباشرة من بوابة 303 كتمشي من الشام حتى تتلاقاو مع سوق بلال أو مسجد بلال. هذا هو مسجد بلال، كتشوفوا قدامنا هو هذا، هذا هو مسجد بلال. وهادو اللي كيفرشوا هنا حتى هما كيكون عندهم يعني الأثمنة مناسبة. هادو اللي كيفرشو هنا كما كتشوفو.
12 ريال. هذا مسجد بلال. فهذا هو سوق بلال لبيع الهدايا، وهذا الدخلة ديالو من هنا. هاد المحلات لبيع البخور، هادي التمر. فكما قلت سوق متكامل في جميع ما يحتاجه الزائر من الهدايا، وهو أرخص بالنسبة للمحلات اللي قريبة للمسجد النبوي. أنا التمر هو هذا، وهذه النهاية ديالو. لكن حتى داخل تحت المسجد حتى هو فيه يعني فيه المحلات. احنا غادي نمشيو نشوفو دابا. بسم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير. نهودوا الأسفل، يعني الأسفل ديال السوق حتى هو فيه يعني محل. فكما قلت هو مقارنة مع محلات لإحدى المسجد النبوي فهو أرخص، فهو أرخص. دابا غنهبطوا لتحت إن شاء الله. كما قلت لكم في البداية فهو سوق متكامل فيه جميع الأمور. السلام عليكم. هذا محل بيع الهدايا والعباءات.
فالان كتشوفوا خاوي لاني جيت من بعد صلاه الظهر مباشره. داكشي علاش هذا مع محل بيع البخور والعطور. راني حتى الزعفران يعني كما قلت يعني هذا سوق بلال فهو يعني غتاخذوا منه الامور الخاصه بكم وغتساليوا ان شاء الله. فهذه نبدا غير باش تعرفوا شنو كيتباع في هذا المحل فقط. اما بعض الناس كيقول لك تسول لنا فصعيب انك تسول في جميع الاسعار وفي جميع الاثمنه ولان كل محل كيختلف على الاخر. فانا درت هذا المقطع هذا غير باش تعرفوا الموقع ديال هذا المسجد وتعرفوا نوع الهدايا اللي كتباع فقط. وفي المقطع الجاي ان شاء الله يعني غنديروا على الاماكن اللي كاينه في المدينه وقريبة المسجد النبوي اللي فيها يعني الوجبات اللي فيها الوجبات المناسبه للحجاج، فهي كذلك قريبه لسوق بلال ان شاء الله. هذا هو السوق. Thank you.